بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اود ان اكمل معكم موضوع الاسبوع الماضي في سفر النشيد حتى يتكامل الموضوع. الاصحاح الثالث من سفر النشيد: في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. اني اقوم واطوف في المدينة في الاسواق وفي الشوارع اطلب من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. وجدني الحرس الطائف في المدينة فقلت: ارأيتم من تحبه نفسي؟ فما جاوزتهم قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي فامسكته ولم ارخصه الى اخره. في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي. وقلنا المره اللي فاتت ان الليل جايز يرمز الى الخطيه، وجايز يرمز الى الظلمه، وجايز يرمز الى الهدوء والسكون، والفراش ربما يرمز الى التكاسل والتهاون على فراشي. في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي. هذا يدل على ان الانسان مهما بعد عن الله ففي قلبه اشتياق الى هذا الاله. حتى لو دخل في الليل، وحتى لو رقد متكاسلا على فراشه، ما يزال في قلبه حنين الى الله. نحن فينا نفخة الهية، فينا روح على صورة الله ومثاله، تجعل الانسان بطبيعته يشتاق الى الله. الاشتياق الى الله جزء من طبيعة الانسان، جزء فطر عليه، جبل عليه. يعني اذا قلنا ان في دم الانسان محبة الاب والام، حاجة بتجري في دمه، شيء طبيعي فيه، فشيء طبيعي اكتر انه يحب الله ويشتاق اليه. محبة العالم شيء دخيل على الانسان، ليس طبعه الاصل. اما محبة الله فهي طبيعة الانسان الاصلية. لذلك مهما بعد الانسان على الله ممكن ان يرجع اليه. زي المؤشر بتاع البوصلة، دايما يتحرك نحو الشمال، تهز يمين وتهز شمال ويروح شرق وغرب ويهتز ويرجع تالي، يروح واقف ويشير نحو الشمال. كذلك مهما بعدت عيناك ونظرت في جميع منافذ حجرتك، لابد ان عينيك تستقران اخيرا على النافذة المطلة على اورشليم، على مدينة الملك العظيم، وترجع مرة اخرى الى الله. لهذا لا ييأس اي انسان، لان طبيعته ميالة الى الله، طبيعته ميالة الى الله. في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي. وانا برضو على الفراش رجعت ذاكرتي الى الله، ورجع اشتياقي اليه، ورجعت محبتي اليه، وقلت ايه اللي بعتني. زي الابن الضال لف طويلا طويلا، واخيرا تذكر بيت ابيه واشتاق الى بيت ابيه مرة اخرى. زي اوغسطين لف كتير، جرب اللذة وما نفعت شيء، وجرب العقل وما نفعش شيء، وجرب الفلسفة وما نفعت شيء،
وجرب حاجات كتيرة وما نفعتش، واخيرا رجع الى الله وقال: تأخرت كثيرا في حبك ايها الجمال الذي لا ينطق به. لابد كل انسان مهما تاه ومهما بعد في اعماقه محبة الله. اوعى تفتكروا ان الوعاظ والرعاة والمرشدين واباء الاعتراف والرسل والانبياء والكهنة بيدخلوا محبة ربنا في قلوبكم، ابدا. محبة ربنا موجودة في قلوبكم من الاصل، هما بس بينكشوا الحاجة اللي موجودة جواكم دي، بينكشوها، بيزيلوا الأغطية اللي مغطياها ومش باينة. لكن محبة ربنا بتجري في دماءكم، موجودة في أعماقكم، لأنكم مخلوقين على صورة الله ومثاله. في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي. لحظات تمر على الانسان، لحظات تمر على الانسان لا يعرف متى ولا كيف ولا اين، يلاقي نفسه اشتاق لربنا. ما نقدرش نحدد مواعيد لهذه اللحظات، ما نقدرش نقول امتى. زي ما بيقول الكتاب كلمة جميلة خالص، بيقول: ملكوت الله لا يأتي بمراقبة. ملكوت الله لا يأتي بمراقبة، يعني ما نقدرش نقول النهاردة هيفتقدك الروح او بكرة او بعده او في الصبح او بالليل. في لحظة لا تعرفها تجد شعورك بيتحرك نحو ربنا، شيء في قلبك بيناديك نحو الله. كل انسان في الدنيا مهما كان خاطئ ومهما بعد عن الاخر ومهما ضل ومهما فسد، تلاقوا في لحظة من اللحظات تحرك فيه الاشتياق الى الله. متى لا نعرف. يسمونها زيارة من زيارات النعمة، تأتي للانسان زيارة من زيارات النعمة، تحرك قلبه من الداخل، تحرك اشتياقاته، تثير فيه المحبة القديمة نحو الله. في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. في الحقيقة بالنسبة للعروس دي احيانا الواحد ما بيقدرش يفهمها، لان النفس البشرية دي برضو صعب الواحد يفهمها. بتقول طلبت فما وجدت، بينما هو الذي حرك فيها الشعور ان تطلبه. قطعا كان في اعماقها، هو اللي حرك فيها الشعور ان تطلبه. بدون تحريك ربنا ليها ما كانتش تقدر تقول طلبته. في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، لازم هو اللي حركك، هو اللي اشتاق، هو اللي مد يده من القوة فأنت عليه احشائك. ده احنا بنقول نحن نحبه لانه احبنا قبلا. فكلمة طلبت فما وجدت سببها ان ربنا هو اللي حرك هذه المشاعر، ومع ذلك تقول طلبته فما وجدت. ليه ما وجدت؟ احيانا يكون ربنا موجود فيك وانت مش حاسس فيه. ربنا موجود فيك وانت مش حاسس فيه. في قصة تلميذي عمواس كان بيكلمهم المسيح وهم مش عارفينه، هم مش عارفينه، وقعدوا هم يكلموه على المسيح ويقولوا له: هل انت وحدك المتغرب عن اورشليم ومش دريان باللي حاصل؟ انا اللي مش دريان.
هم اللي مش دارين مش حاسين بيه والمسيح وصيهم ومش حاسين بيه. ابراهيم قالوا ربنا مع اثنين من الملائكة وقدم لهم جبنة وذبح لهم عجل وعمل لهم عزومة. طبعا ما كانش عارف ان ربنا وصيهم. لو عارف ان ربنا وصيهم مش معقول هيقدم لربنا جبنة وعجل وحاجات زي كده، مستحيل. ما كانش عارف. الكتاب بيقول لا تنسوا اضافة الغرباء لان بها اضاف اناس ملائكة وهم لا يعرفون. فربنا ساعات يكون موجود معاك وانت مش حاسس بيه. الكلمة دي قالها القديس اوغسطينوس بطريقة لطيفة بتعبير حلو. قال ايه؟ قال لربنا كنت معي ولكنني من فرط شقوتي لم اكن معك. انت كنت معايا ولكن انا ما كنتش معاك. النور اضاء في الظلمة والظلمة لم تدركه. النور اضاء في الظلمة والظلمة لم تدركه. ساعات ربنا يكون معاك وانت مش حاسس بيه. تقول طلبته فما وجدته. هل صحيح ربنا تخلى عنك؟ جايز انت اللي مش حاسس. انت اللي ما عندكش الادراك الروحي لوجود الله معاك. احيانا تقول له الى متى يا رب تنساني؟ الى الانقضاء؟ يقول لك ابدا، ده عمري ما نسيتك. ده لو نسيت الام رضيعها انا لا انساك. انت اللي مش واخد بالك يا داود يا حبيبي وقاعد تقول الى متى يا رب تنساني؟ انا اللي مش نسيت وانت اللي مش حاسس. ربنا بيكون موجود معانا واحنا مش حاسين بيه. كتير اوي نعاتب ربنا ونقول يا رب انت فين؟ الى متى يا رب تقف بعيدا؟ طلبت فما وجدته. يقول لك ابدا، انا فيك، انا جواك، انا معاك. بالايمان استطيع ان تدرك الله الذي معك. داود قال ايه؟ تأمل فرأيت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني فلا اتزعزع. هو امامي وهو عن يميني وانا حاسس بيه. وإلي الحي هو رب الجنود الذي انا واقف امامه. لما تقول طلبته فما وجدته ليس معناها ان الله غير موجود، لكن معناها انك انت مش حاسس بيه وهو موجود. في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. الله ساعات يخفي ذاته عنك لكي تبحث عنه. لا يسمح لك ان تراه لكي تشتاق الى رؤيته. يظهر حينا ويختفي حينا مثل النجم الذي ظهر الى للمجوس تدور عليه. الله لا يريد ان المحبة تكون من طرف واحد. هو يحبك وانت نايم على فراشك. عايز المحبة تبقى من الجانبين، انت تحبه زي ما بيحبك وانت تبحث عنه زي ما هو بيبحث عنك. عشان كده بتقول العروس اني اقوم واطوف في المدينة في الاسواق وفي الشوارع اطلب من تحبه نفسي. كويس عبرت اني اقوم. يمكن لو قالت اقوم بس مش زي اني اقوم، انا هقوم دلوقتي. طب كويس تتلحلحي من على فراشك ده اللي لازقه فيه وقومي دوري على ربنا. اني اقوم واطوف في المدينه في الاسواق. بدا الكسل يروح وقامت هذه العروس لتبحث عن الرب. اني اقوم واطوف في المدينه في الاسواق وفي الشوارع اطلب من تحبه نفسي. يا ريت كل واحد فيكم يخرج من الاجتماع ده وهو بيقول العبارة دي، اني اقوم واطوف اطلب من تحبه نفسي. روح دور في كل حتة، في الاسواق وفي المدينة،
في الاسواق، في الاماكن التي يشترى فيها كلام الله. بيقول من ليس له سيف يذهب ويشتري له سيفا. تروح في السوق وتاخد سيف، تشتري سيف تجاهد بيه. بيقول ايه؟ اشتري ليك ثوب لكي تغطي عريك احسن تبقى مكشوف. اذهب الى الاسواق، دور فين فين نلاقي الكلام بتاع ربنا. لما بينقصك حاجة في البيت بتروح الاسواق تدور عليه. طب لما ينقصك ربنا اذهب الى الاسواق، شوف ربنا موجود فين. موجود في الكنائس، موجود في الأديرة، موجود في أماكن العبادات الكثيرة، موجود في الهيكل، موجود عند الأيقونات، موجود في قلبك من جوه. شوف فين الأماكن اللي موجودة فيها ربنا، فين أماكن الخلوة، فين بيوت الخلوة، فين الأماكن الهادية. دور ربنا موجود فين، ابحث عن الله أين يوجد. كلمة أقوم وأطوف معناها انسان بيدور على خلاص نفسه، مش نايم وراقب. اني اقوم واطوف، اروح ادور على خلاص نفسي، ادور على ربنا فين، ادور على الماضي الحلو اللي انا كنت عايش فيه، ادور على حياة الصلاة، ادور على حياة التأمل، ادور على الطرق المؤدية الى الخلاص. اطوف في الشوارع، في الطرق، اشوف ايه الطرق التي تؤدي الى الله. طريق الصلاة يؤدي الى الله، طريق التأمل يؤدي الى الله، طريق التوبة يؤدي الى الله، طريق القراءة الروحية يؤدي الى الله، طريق الاعتراف والتناول بيؤدي الى الله، طريق الصوم بيؤدي الى الله. اطوف في الشوارع، في الطرق المؤدية الى الخلاص، وابحث عمن تحبه نفسي. ما اقعدش رائد وساكت ومش دريان بنفسي. اقوم واطوف، قوم وطوف، اشتغل. كلمة اقوم تعطينا معنى كويس، ان عمل الخلاص بيعمله ربنا، لكن انت لابد تشترك، لابد تشترك مع الله. اقوم، اقوم واذهب الى ابي، اقول له اخطيت، اقول له اجعلني كاحد اجرائك. انا اقوم وارد كل اموالي اللي اخذتها اللي ظلمت فيها الناس، وان كنت ظلمت واحد ارد له اربعة اضعاف. هكذا قال زكا، اقوم واعمل حاجة. ما اقولش كده، لازم تقول اقوم واعمل شيء. صحيح ان احنا بنطلب من ربنا انه يقوم، ونقول له قم ايها الرب الاله، وليتبدد جميع اعدائك، وليهرب من قدامه كل مبغضي اسمك القدوس. بنقول من اجل شقاء المساكين وتنهد البائسين، الان اقوم يقول الرب اصنع الخلاص على نيه. قم يا رب خلصني يا الهي. ربنا بيقوم لخلاصنا، لكن احنا لازم نقوم مع المسيح، نقوم معاه نعمل حاجه. ما نفضلش نايمين في القبر. ربنا قال لهم ارفعوا الحجر وراح يقيم لعازر. اعمل شيء من اجل خلاص نفسك، لازم تعمل حاجة. تقول اني اقوم واطوف. انا علي واجب برضو، انا علي واجب برضو. انا احضر التراب وربنا ينفخ فيه نفخة حياة. انا اقدم الخمس خبزات والسمكتين وربنا يشبع بيها الجموع كلها. صحيح مش حاجة الخمس خبزات والسمكتين، لكن انا لازم اقدم شيء، لازم انا اقدم شيء، لازم اعمل حاجة. انا ارمي الشبكة في البحر وربنا يملاها بالسمك، لكن لازم اقوم وارمي الشبكة، لازم اعمل حاجة. لما انا اعمل حاجة بعملي هذا وبرهن على ان قلبي بيحب ربنا، مش ربنا اللي بيرغمني على محبته ارغام، ولا ربنا اللي بيزقني في طريقه ذا. لا، انا برضو بقوم، انا من الجانب الاخر بافتح قلبي. المسيح بيقول من يفتح لي ادخل واتعشى معه.
قل اقوم الان وافتح للرب. طب يا رب ما تكسر الباب وتخش وتفتحني. قل لا ده مش طبعي. المحبة ما تجيش بالعافية. المحبة ما تجيش بالعافية. لو كنا في عصر الناموس كنا ننفع. من يفعل كذا وكذا ينال الحياة. من لا يفعل كذا موتا يموت. من يفعل كذا يقتل قتلا. من يفعل كذا يرجم بالحجارة. لكن في عهد النعمة انا واقف على الباب اقرع. انت تقوم وتفتح لي. ما قمتش انت حر. اقوم الان واطوف في المدينة وفي الشوارع وفي الاسواق اطلب من تحبه نفسي. تأكدوا ان الملائكة في السماء يكونون في فرح عظيم وهم يرون هذه النفس المحبة لله تطوف في المدينة وفي الطرقات وفي الشوارع وفي الاسواق تطلب من تحبه نفسك. انسان بيدور على خلاص نفسه ماسك الكتاب ده كله قاعد اقرا فيه لعلي اجد فيه سطر يشعل محبتي لله. قاعد ارتل الترتيله دي بكل من كل اعماقي ربما اجد فيها هزه كده تهز قلبي وتهز مشاعري نحو الله. انا بدور على كل الطرق المؤديه الى الخلاص. في ناس ساعات لما بيقروا في القداس هان مويت ان تيتي اوجاي الطرق طرق الخلاص يقول ازاي طرق الخلاص مش صبح ونكتب طريق بس. وليه يا حبيبي؟ صحيح ان الفداء الخدمة مؤدي للخلاص وطريق التأمل مؤدي للخلاص. في طرق كثيرة وانت تختار الطريق الذي يناسبك. طريق الغيرة الملتهبة بالنار مؤدي للخلاص. وطريق الوداعة والطيبة والهدوء مؤدي للخلاص. وانت تدور في الطرق تقول في الشوارع تشوف الطريق اللي تجد فيه ربنا هو ايه. على رأي ماري اسحاق قال لمعرفة الله باختلاف الطبائع البشرية لم يجعل هناك طريقا واحدا يؤدي اليه انما اوجد انواعا عديدة من الطرق. الذي لا يناسبه هذا الطريق يناسبه ذاك. وغلطة الانسان ان يقول في طريق واحد. زي واحد يحب الرهبان يقول لك ما فيش الا الرهبان. ليه يا حبيبي ما فيش الا الرهبان؟ طب اللي بيشتغلوا في العالم بيوصلوا لربنا بقى برضو. الرهبنة تؤدي الى الله. والخدمة في العالم تؤدي لله. والبتولية في العالم تؤدي لله. والتكريس يؤدي لله. والزواج وخدمة ربنا يؤدي لله. واللي ماسك وظيفة وجزء من وقته بيشتغل يؤدي لله. مين قال؟ ده ربنا جاب لنا الرسل والانبياء من انواع وطرق شتى. من انواع وطرق شتى. الراجل العالم الحكيم الجبار بتاع الجامعة اللي اسمه بولس متخرج من جامعة طرسوس الجبارة بالحكمة والمعرفة والفلسفة والعمق بيوصل لربنا. والطبيب اللي زي لوقا واللي زي قزمان ودميان بيوصلوا الى الله. والصياد البسيط اللي زي بطرس بيوصل لله. وصانع الخيام بيوصل لله. والعشار بيوصل لله. ما في كل الطرق طرق مؤدية للخلاص. اطوف في الشوارع اطوف في الشوارع اطلب من تحبه نفسك. واحد ماشي في الشوارع يدور. اللي ماشي في طريق النص وبيصل الى الله عن طريق النص. واللي ماشي في طريق الرحمة وبيصل لله عن طريق الرحمة. واللي ماشي في طريق الصلاة وواصل لله عن طريق الصلاة.
يوصل. انت في حالة فتور وتقول بقول ابحث عن منطقة. مسكت كتاب لقيتني زهقت من الكتاب، بلاش الكتاب. نصلي، زهقت من الصلاة، بلاش الصلاة. نرتل، زهقت من الترتيل، بلاش الترتيل. تضرب مقامات، نفعت معاك، نفعت. ما نفعت شيء، نرجع تاني للكتاب. تفضل لغاية لما تلاقي من تحبه نفسك. لكن تمشي بطريق واحدة وتقول تروح الكنيسة وبعدين تلاقي الكنيسة مقفولة تقول بركة يا جامع، ما تنفعش الحكاية دي. ابحث في الطرقات، يقول اطوف في الاسواق في المدينة، اطلب من تحبه نفسي، اطلب من تحبه نفسي. اني اقوم واطوف في المدينة في الاسواق وفي الشوارع، ابحث في كل طرق الخلاص حتى اجده. جاي الشيء يؤثر في نفسك ولا يؤثر في نفوس الناس. ولذلك نحن لا نريد من اب الاعتراف ان يجعل الناس صورة منه، لا ابدا. جاي السكة اللي هو مشي فيها ونفعت له، اولاده يمشي في سكة اخرى وتنفع له. فاذا وجدت طريقا ينفعك لا ترغم كل الناس ان يسيروا فيه، كل واحد له سكته. المهم ان احنا نوصل، كل واحد له سكته، والمهم ان احنا ايه نوصل. اني اقوم واطوف في المدينة في الاسواق وفي الشوارع، اطلب من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. هنا تبدو الصعوبة. جربت يا رب كل الطرق، مفيش. مريت في كل الاسواق، مفيش. في كل الطرق والشوارع، مفيش. وجدني الحرس الطائف في المدينة، فقلت ارأيت من تحبه نفسي؟ لقيت ذاتي لوحديها مش قادرة، ذاتي لوحديها مش قادرة. انا بلف في الشوارع في الطرق، مش بدور على ربنا، مش عارف. فوجدت الحرس الطائف في المدينة، هؤلاء الناس الحراس الذين اقامهم الله حراسا للمبادئ وللقيم، حراس للمبادئ وللقيم، حراس لوقاياه ولتعاليمه ولقوانينه المقدسة. فوجدت هؤلاء الحراس الذين يحفظون الامن والذين ينقذون النفس الضائعة والذين يرشدون الى الطريق. فقلت ارأيتم من تحبه نفسي؟ رحت اسأل المرشدين، اسأل اللي مشوا في الطريق قبل كده، اسأل اللي جربوا ربنا وجربوا طرقه، اسأل اللي عاشوا في محبته، اسأل الحراس، رأيتم من تحبه نفسي؟ طبعا رأيناه كثير ما ردوش عليها. فما جاوبتهم قليلا الا ورأيت من تحبه نفسي. لعل هؤلاء الحراس صلوا من اجلها دون ان يجيبوها، ما قالولهاش كلام، لكن بعد ما سابتهم شافته على طول. في ناس يكفي انك انت تروح لهم ويبقى الموضوع اتحل حتى من غير ما يقولوا لك حل. كفايه انك تروح لهم وتقول لهم في الموضوع الفلاني، وجايز ما يردوش عليك ابدا، ولكن الموضوع يتحل بعد كده. بيقول ايه؟ وجدني الحرس الطائف في المدينة، فقلت ارأيتم من تحبه نفسي؟ فما جاوزتهم الا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي. كويس خالص ان نشعر ان في ناس يكفي ان احنا نحكي لهم الحكاية، مش ضروري يقولوا لنا حاجة، لكن بعد كده الحكاية تتحل. واضحة قوي في هذا الكلام. حتى هنا ما قالش ان انا بحثت عن الحراس وقلت لهم، ده بيقول وجدني الحرس الطائف في المدينة.
وانا كيف في السكة ربنا بعث لي ناس وجدوني مالك رأيت من تحبه نفسي وبصيت لقيته قصادي. اذا معناه ان الله قد يختفي قليلا ثم يظهر، او انت ربما لا تراه ولكنك بعد قليل تراه، ربما لا تراه لكن بعد قليل تشوفه قطابك، فترات التخلي او فترات البعد لا تستمر طويلا. الله لا يمكن يتركك تبحث عنه طويلا، هو بس بيحنسك شوية عشان تشد حيلك في الطريق، يختفي شوية عشان تشتاق اليه، يبعد عنك علشان تبحث عنه، عشان تشعر بضعفك، عشان تقول يا رب، لكن ما يترككش الى الابد، لان الله لا يغضب الى الابد ولا يحقد الى الدهر. المحيظة تركتك بمحبة ابدية اضمه محيظة تركتك، المحيظة دي هي اللي انا تعبت فيها، وانا اقدر يا رب استغنى عنك محيظة؟ مش ممكن. محيظة تركتك ربنا موجود في حياتك، ان لم تشعر به فهي لحظة مؤقتة، فترة قليلة، ولابد ان تجدوا فيما بعد، ولما تجدوا تتعلم من الماضي الصعب اللي مر عليك. العذراء دي لانها بعدت عن ربنا شوية وشقيت وداخت في البعد عن الله، بعد ما وجدته قالت امسكته ولم ارخه، يا رب هو ده انا ما صدقت لقيتك، مش ممكن اسيبك ابدا، هتبت فيك كده، امسكته ايه ولم ارخه، ده انا ما صدقت شفتك. لذلك القديس بسيليوس الكبير قال الحاجات اللي بتيجي بالساهل بتروح بالساهل. ساعات ربنا تصلي صلاة ولا تستجاب بسرعة، لان لما بتجيلك بسرعة ما بتشعرش بقيمتها، لكن ربنا يسيبك تصلي وتدوخ في الصلاة وتستمر مدة طويلة وتقول يا رب يا رب يا رب، زي ما ايليا 6 مرات يصلي وما فيش لا مطر ولا حاجة، وفي المرة السابعة لا غيمة زي قبضة اليد كده. طب يا رب انتظرت ليه المدة دي كلها؟ الحاجة اللي بتيجي بالساهل الواحد ما بيشعرش بقيمتها. وإيليا لما أقام ابن الأرملة كذا مرة يتمدد عليه وينفخ فيه، ما جاتش الحكاية بالساهل، لو جت بالساهل ما تشعرش بقيمتها. لو جبت لك ابن بالساهل في يوم وليلة مش هو بقى يوحنا المعمدان اللي يعد الطريق لله، لو جبت لك ابن بالساهل في يوم وليلة مش هو بقى اسحاق العظيم الذي تحبه نفسك، لو جبت لك يا حنة ابن بالساهل في يوم وليلة مش هتنبئيه للرب ويبقى صموئيل العظيم. في حاجات ما تجيش بالساهل، ربنا ينتظر لغاية لما انت تجاهد وتتعب وبعدين يديك، لان طبيعة البشر اذا كثر العرض قل الطلب حتى في النعمة، كل ما تلاقي نعمة ربنا بعدها حواليك انت تبتدي تتقل وتسأم وتزهق وما تتعاش، لكن كل ما ربنا بيصبر عليك كل ما انت تتنفس بيه بالاكثر، وكل ما تتعب علشان تاخد طلبة من ربنا تقول الحمد لله، خطية تعبان فيها وعايز تبطلها وتصلي 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 وما فيش فايدة، وتاخد تدريب وما فيش فايدة، وارشاد وما فيش فايدة، وقراية وما فيش فايدة، وجهاد وما فيش فايدة، وتعبان يا رب اتخلص منها مش عارف مش عارف مش عارف، واخيرا ربنا يخلصك منها تقول الحمد لله انا ما عدتش. ان كان
البيت اللي في اخر الشارع ده فيه عطره، انا مش همشي في الشارع ده كله، مش همشي في المدينه دي كلها ولا في هذا الحي، خليني بعيد. ده انا صدقت خلصت، الحمد لله يا رب اللي خلصت من الموضوع ده. تبقى محترس وزيد ليه؟ لانك ما خدتش الحكايه دي بالساهل. يعقوب تعب من اجل رحيل 14 سنه، عشان كده كان بيحبها خالص، وكمان 6 سنين تاني بقى 20. لكن ليه اللي جات له كده على طول في الرمي كده؟ ما دخلتش في قلبه ولا في عينيه ولا في فكره، ما حاجه جت كده رمي. ليه ادي تقرب للعطايا اللي بتعطى لينا كده بدون ما نطلبها وما نحسش بمقامها، بينما هي اللي جابت يهوذا بتاع الملك، وهي اللي جابت لاوي بتاع الكهنوت، وهي اللي جابت يهوذا اللي جه منه المسيح، لكن برضو ما مش دخلت معاها. لكن رحيل اللي تعب فيها 7 سنين وكمان 7 سنين وكمان 6 سنين عمل لها مهام، حتى ما جابتش عيال، لكن رحيل رحيل. ربنا ساعات كتير انت تفتكر انه مش واخد باله وما بيديش وما بيرحمش وما بيشوفش وما بيستجبش، وربنا يقول لك انا عارف الحاجه اللي جيلك بتساهل بتضيعها بسرعه، انا هدقق عليك لغايه لما تعرف قيمه الحاجه اللي بتجيلك عشان ما تضيعهاش. وبعدين تقول لي يا رب تعبت وقمت وتوارع وفي الطرق وفي المدينه وسالت الحرس الطائف وضخ وطلبتك فما وجدتك، يقول لك علشان كده لما وجدتني قلت ايه؟ امسكته ولم ارخصه. نكتشف كده.